محمد سلوم قناة سلوم جيمر. واليوم عنا فيديو من ركت رويال. وعدكم فيه امبارح بس ما نزلته العصر. من هلا رح نزله. وعشان انقطع اول شيء الكهرباء بس كان بدي نزله. وبعدين انقطع الانترنت تماما. وما عادش قدرنا نصور. هلا رح نبلش نلعب. في واحد اسمه باسل هيدا اسطوري وحش بدي اياكم تدعموه لانه عن جد انه اسطوره. خلينا نبلش يلا. والله يلا فوت بلشنا. هي علي الصوت بس خلص الوقت لفوق حد ستارتنج جيم نبلش نلعب لعبة شبيهة مثل لعبة شبيهة للفورتنايت. حنا نلعب حنا نجيب فرنس. شوف نجيب فريندز. في هيدا مثل الاكس على بتحط على الواحد بيطلع لك على مين بتكبس على المين هو وبيحط لك اكس. و 3 2 1 جو. بده بحط لك صح كنا فيها خلينا نجمع خشب. ما فيه شيء هون نسيت شيء راح نحط يعني سمعت هذا هون. خلينا نروح نشوف وين في شيء فوق حدا قتل في ايه. هلا عشان نقتله بعيد انا بعتك انا حدا اسمع الصوت هي طلع لفوق. خلينا نروح فهمت 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 هاي وين تتفضل باقي أتنا بعد نفس الوقت نفوت جيم جديد وبرجع لكم. هلا راح اشتري سكن. رجعنا بدي اشتري سكن. اول شيء بشتري لكم خليه الحلقه الماضيه اللي بعد قصدي. وانتم اكتبوا لي بالكومنتس اي سكن بس بقدر انا اشتري. هدول تعداد العشرة. في هيدا في وانتم
في هدول كلياتهم بس بقدر اشتريهم. رقمون هيدا البرشو رقمون 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12. الواحد ببلش من هون لاثنين لهون. فنقولوا له اي رقم بدكم اكتبوا له الرقم اللي بدكم اياه وهو بيشتري. ما بقدر كلياتهم بس رقم واحد. هاي هون عدوهم كلياتهم. بس من رقم واحد لتحت للاخير لحد هيدا. اوكي. انتوا اكتبوا له الرقم اللي بدكم اياه. فود جيم برجع لكم. ان شاء الله يكون الكومنتس مفتوحين عشان مش دايما بيكونوا مفتوحين. فود جيم برجع. ورجعنا. نرجع نروح. نسيت عمر جيب رفقات. نحاول نربحه. طبعا هيدا السلاح بالمرة مش قوي. في بعد اقوى منه بكتير. هيدا الدرجة السبب. هيدا سنايبر. هيدا اقوى سنايبر. خلينا نطلع انت شوفي. في شوتجن هيدا. شوتجن قوي. كتير قوي. ما في شي. يعني جيبها. هاي المنطقة بيكون فيها عالم كتير وفيها أشياء كتير حلوة. هاي خلينا ناخذ هيدا أبو نكتة مش أقوى شي بس أبو نكتة. أقوى شي هو الميني جان. بس الدمج تعوله مش قوي بس عشان هو بيرش يعني بسرعة بعيد بتحس الدمج. هو دمجه أساسه 13. ناخد شيء نجيب هيدا بالمرة في شخص كان هون انت نصفه عليك وين ايه هرب. في شخصين انا شخصين مفخخ برا هلا نحطه. ما تنسوا كمان تدعموا قناة هي اسمها شو اسمها هلا احط لكم اياها بالديسكريبشن وحط لكم قناة بي بي فلاش كمان. خلينا مش كان في شخص هون خايفان انا منه عشان يكون معي شيء امي. يلا لحنا فيه نطلع دايما هون بيكون في اشياء روحوا على هون اذا نزلتوها وجربوا اللعبة كيف حلوة دعاية للعبة مثلا شو اللعبة بس مثل ما كان فلوس وهون كمان في اشياء حلوة هون كمان احسن وصلنا احسن من ولا شيء. يلا شخص هون حسيت ما في حدا هون بكسرة بركي طلعوا الرصاص او هاتوك اشياء بتطلعوا ايوه شفتوا كيف طلعوا الرصاص هيدول هدول رصاص شدين ياخد خشب ولا بنروح نعمل منطقة
يعني مش حي الله حدا نشوفه، بس الزرع انا هلا عشان او لقتل. وهلا بدي لكم نصيحة عن هيدي اللعبة، بس لقوا هيدا بس لو نجيب هيك بتروحوا لعنده بتطلعوا هون رح يكون الاغراض هون مثل هيك بتروحوا دايما دايما كسروا هون بيطلع لكم اسلحة على حسن انتو لايكو. اذا جبتوا السلاح كان لونه ذهبي هذا السلاح كتير قوي، خدوه بكل بفيدكم كتير قوي. هون كان في حاجة هو في كذا سلاح مش بس هدول، خلينا نروح في حدا مات. هيدا السلاح اللي معه اي كي، اكيد ما حدا اكيد حدا بلعبه. هيدا رابع اقوى سلاح بيجي قبل السلاح مش اقوى كتير، هيدا قوي بس مش حد انتبه. هيا نجيب السنايبر، في اشخاص هون كمان. شخصين واحد معنا السلاح او شفته انا بيت عنه نهرب. هو قتلني لو حمل رفض. هل ده دق الاخي عشان ما نطول كتير الفيديو؟ ممكن الظهر، ممكن بعد الظهر نجي فيديو، ممكن ما نتأكد. هلا نشوف يلا خلينا نبلش. انا خيو هلا حلعب هذا الدق. طبعا انا ورجعت لكم من جديد. 3 2 1 get cracking. هون تنزل الارض بتلاقوا في كده ابدا 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 او يعني بتفضوا 60 رصاصه لتقتل حدا دمه خالص. بس في قاعد اعمل شغلي هون. ما تنسى تدعمونا باللايك شير سبسكرا عشان ننزل فيديوهات اكثر. اوه لايك وشير اكثر. هيدا اول سلاح ميني جم تقريبا. انا هيدا اشتغل في اللعبة بس انا ما بحبه كتير، بس عشان هيك انا بشتغل عشان كتير 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 بيشوف. اوه لانه اوه هيدا كتير مفجر مثل فرد القنابل، سلاح قنابل. لا هو فرد قنابل تكسرنا لك عشان نشوفه. هلا بتكسر ذات عشان نشوفكم عليكي. اوه سحبت الجهاز. شوف شوف بدي اطلب سوين. نعم هون ممكن. هذا لو في 3 بيقدر عليه هون صح. واحد بسرعة عشان هيك في واحد خلص. طبعا هاي اللعبة مش مثل فورتنايت تكتبني فيها بسرعة.
ممكن ما تتنزل بس انت ما تقدر لا ما تنزل حتى لو تتنزل على اللعبة خلينا نحل في نفس الوقت وفي نهاية القناة اليوم شكرا كتير على المتابعة ما تنسوا تدعمونا سبسكرايب ما تنسوا تدعموا قناتي انا تدعموا قناة بيبي فلاش وباي يمكن نزل فيديو باي باي.